اهلا بيكم من جديد. واحنا قاعدين وبنعمل سكرول كده على السوشيال ميديا لفت انتباهنا مشروع ناشئ جديد نفذه طلاب الاعدادي بكليه الفنون الجميله جامعه حلوان. المشروع ده بقى عباره عن ايه؟ المشروع ده تصميم ونحت عرايس ماريونات لاشخاص من الحقيقه ومن الخيال. ده حقيقي منا، يمكن الصور اللي احنا شفناها دي بتاكد ان احنا عندنا جيل مبدع. الابداع في مصر لا ينضب لا يتوقف ابدا، لان الصور اللي شفناها وتابعناها ويمكن هنشوفها بالمثال الحي هنا في الاستوديو، حصل على هذه الصور اشادات وتفاعل كبير من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي اشادوا بابداع الطلاب اللي نفذوا يعني العرايس الخاصه بيهم رغم ان هم لسه في اولى فنون جميله. خلونا نتعرف على نماذج منهم معانا، وهم مريم محمد ورؤى احمد الطالبتان بالفرقه الاولى في كليه الفنون الجميله. صباح الخير. صباح الفل. عاملين ايه؟ الحمد لله. مريم ورؤى، يعني احنا اتفرجنا على تيتا وعلى ساحره اللي موجودين معانا. احنا عرفناهم ونسينا نعرف ضيوفهم. معلش. طب يا جماعه، احنا معانا مريم ورؤى وتيتا وساحره كمان، العرايس اللي مريم ورؤى عاملينهم بايديهم. شفنا ناس كتير قوي بتتكلم عليكم على السوشيال ميديا، واحنا عرفناكم اصلا كمان من السوشيال ميديا ومن من صور تيتا وساحره اللي محطوطين على على السوشيال ميديا. فكره ان انتوا قعدتوا اشتغلتوا بايديكم وصممتوا، احكوا لي الحكايه ابتدت منين وازاي؟ هو اول حاجه يعني هو ده مشروع اساسي في القسم بتاع نحت وكده. كان مطلوب مننا ان احنا نصمم عروسه ماريونات، نعمل سكتشات والدكتور يشوفها وكده، وان احنا هو يختار منها العروسه اللي احنا هنعملها. هي كانت رحله طويله جدا ومتعبه، بس يعني في الاخر كلنا كدفعه اتبسطنا جدا من اللي احنا عملناه، وطبعا انت شفته ده. بس قولي. لا، رحله طويله يعني. مريم رؤى خلصت لنا الرحله الطويله كده في ايجاز. هقول تفاصيل بقى. عايزين نعرف تفاصيل بالظبط. عايزين نعرف يعني الابداع اللي احنا شفناه ده، اولا هل دي هوايه عندكم من الصغر ولا الموضوع بدا معاكم ازاي؟ هو بدا من تاني اعدادي. انا بحب الرسم من زمان، بس حسيت ان دي اكتر حاجه انا بقدر اتقنها ولاقيه نفسي فيها، فهو كله كان لعب لحد ثانويه عامه. انا ركزت، او كلنا يعتبر ركزنا وتعبنا فيها لحد ما دخلنا الكليه. في الاول احنا ما كناش احنا فاهمين عايزين نعمل ايه، بس الفكره ان احنا كده ومش فاهمين عاوزين تعملوا ايه. لا، ما احنا فهمنا بقى. مش هتزعل مني. انا لما دخلنا الترم الثاني نحت، ده بيبقى المواد متقسمه ترمين. فهو كان في كذا مشروع، ده اخر مشروع خد مننا شهر. يعني كل يعني هو اي نعم كان متقطع، بس في ناس خدت الشهر كله، في ناس عملتها في اخر 4 ايام. انا كان بالنسبه لي متقطع بصراحه عشان مرهق جدا. هو دي تعتبر فوم وده لبس عادي، وفي بقى دي يعني العصيان بتاعه هي الكفته والوان وكده. فكل واحد طلع اللي هو حاسه ان هو بينتمي ليه او هيتقن فيه اكتر. اوكي. انت بتنتمي للساحره يا رواء؟ انا كنت عايزه اعمل كنت عايزه اعمل حاجه مختلفه، او حاجه تكون فيها تفاصيل او كده. انا في الاول كنت عامله شخصيه عاديه جدا، بس بعد كده ما حسيتش، اللي هو حسيت ان المشروع لا، انا عايزه اعمل فيه حاجه كويسه، حاجه طبعا عارفه او غالبا انت عامله الساحره شبهك صح؟ انت يعني هي بعد ما عملتها الناس كلها فعلا قالت لي يا شبهك وكده. ف لا لا، ما تعمليش ان انت بتفاجئي، انت عارفه وانت بتصمميها انها شبهك، انت بتعملي نفسك. انا كنت عايزه ابين الساحره هي على طول الناس بتشوفها ان هي شخصيه شريره، واللي هي عارفه اللي هو بتكون حاجه كده، بس انا بقى كنت عايزه ابينها ان هي بشكل كيوت او حاجه كده. ما طلعتش كده قوي، بس الناس حبوها واصحابي حبوها جدا، فدي حاجه بسطتني وكده. ساحره كيوت، دي جديده برضه. ما هي اصل المعروف عن الساحره ان هي شخصيه شريره. الشخصيه مثلا في كل الافلام او كده هي الشخصيه الشريره في الفيلم اللي بيكون شكلها مش حلو، بتكون مبهدله عجوزه. ما هي ساحره. ما هي شغلتها. كنت عايزه اظهر فيها جانب تاني. اوكي. طيب مريم، عاوزين نصبح الاول على اوشا، لان انا عارف بس مش اوشا دي بقى، انا عارف ان اوشا الاصليه بتتابعنا دلوقتي بتتفرج علينا، جدتك طبعا ربنا يديها الصحه. عاوز اعرف حكايه اوشا معاكي، وانا عارف ان انت عملت اوشا لارتباطك بجدتك. انا كبيره في الاحفاد تمام، فهي كانت فرحانه بيا، وانا يعتبر نص طفولتي كانت معاها، فانا كنت دايما بروح اقعد عندها وكده، وهي تعتبر صاحبتي اكتر ما هي جدتي، يعني تعتبر اقرب واحده ليا. عظيم. فانا اصلا في الاول ما كنتش مخططه اللي انا هعملها، فانا كنت عامله ست كبيره، ف
واحده ورا واحده انا ابتديت انحتها، وانا كان مطالب مننا سكتشات ان احنا نسلم 5 سكتشات وهم مثلا ياخدوا واحد، هم خدوا 6 كبيره، فانا واحده واحده طلعت معايا وقعدت اكلمه قلت له بصي عملت ايه بصي مش عارف ايه بس، فهي انبسطت وانا حسيت يعني اصلا كل اصحابي بيقولوا لي احنا حاسين بالحب فيها، يعني انت عاملاها بحب، فدي اكتر حاجه طيبه في طيبه خارجه منها، يعني دي اكتر حاجه ممتنه ليها الصراحه ان هي حاجه طالعه مني اكيد شبهها فعلا جدا بجد، يعني انا كل عيلتي لما اشوفها اقول ايه ده يوش اهي. طيب فكره ان انتوا في سنه اولى من واحنا صغيرين خالص يعني من واحنا في الكليه عارفين بقى ان الولاد بتوع فنون جميله مختلفين وفنانين من الاول ولهم طريقتهم ومتعتهم اصلا في الشغل وطريقتهم في الدراسه، يعني معروف فنون جميله دي يعني خطيره، يعني من وانتم سنه اولى بتعملوا عرايس بالكواليتي دي وبالشكل ده وبالقدره دي ازاي يعني في سنه اولى يعني اعدادي اكتشلي مش اولى اللي هي اول سنه يعني مش يعني هي كانت بالصدفه صراحه، يعني كل واحد موهبته بتطلع في العروسه بتاعته، يعني مش كلنا كنا موهوبين بس كلنا فعلا بذلنا مجهود فعلا في العرايس بتاعتنا وطلعنا احسن نتيجه عندنا وهي طلعت بالشكل ده، حتى الدكاتره كانوا اللي هو انتوا برضو صغيرين بس طلعتوا فعلا عرايس حلوه جدا. هي الاجواء عامه بتاعت الكليه يعني الكليه صغيره جدا وكلنا يعني نعرف بعض فكمعيدين ودكاتره وطلاب فكله بيبقى فيه تعاون، لو احنا كنا بننزل اصلا نشتغل في القسم وهم كانوا بييجوا يساعدونا من غير ما نطلب، فهو برضو ليهم دور كبير كمعظم المعيدين، واحنا الاجواء بصراحه كانت مساعدانا اكتر ان احنا نطلع حاجه عندنا اللي هو مفيش لقم مفيش انا لا ده انا هعمل ومش عارف ايه، لا كلنا بنساعد، فدي اللي خلانا الموهبه موجوده. نعم يعني دي اهم حاجه ان الموهبه موجوده. الموهبه موجوده وحب الحاجه اللي احنا بنعملها بالزبط. فعلا هو دوت اللي طلع الحاجه فعلا باحسن، برغم ان ظهري وجعني بس انا حباها. سلام عليكم. طيب انا عاوز اسالكم نعرف نعمل سيناريو كده او ديالوج ما بين الاثنين ولا ده صعب شويه؟ ارتجال نرتجل حاجه كده، نرتجل حاجه قلت لك احنا بنصمم احنا كده بنفاجئ، انا عارف ان ده سيناريو. ايوه تعالي بصي اقوم لا بس اقعدوا يعني ولا ماشي اقف عادي كفايه انا طلبه اعملوا اللي انتوا عايزينه يا بنات. فكره انهم اصلا من الفوم اسهل لكم بكتير من لو كان معمول من الخشب، بعد كده بقى بننحته وبنحط عليه لاتكس وتلوين وصنفره كتير عشان يطلع كده بس خطير. السيناريو السلام عليكم. وعليكم السلام. العصر هيدن امتى يا بنتي؟ والله ما اعرف يا حاجه، انت مش واخده بالك من شكلي ولا ايه؟ هو انت مش بردانه؟ قوليلي ساحره بقى يا حاجه. ساحره؟ طب انا ظهري كان من هنا، بصي 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 وريني كده. لا بقول لك ساحره يا حاجه، ساحره مش دكتوره. طب سلام عليكم. وعليكم السلام. قد ايه واقعي قد انتوا فاجئتونا والله، قلت حاجه واقعيه في اختياركم بقى كمان. طلع بسرعه يعني. انا شايفه لون البشره بتاعت اوشا لون بشره ايوه الناس يعني مطلعه رياليستيك قوي عندها. انا شايفه كمان صور مختلفه وفيديوز مختلفه عبد العزيز. تحيه طبعا كبيره ليكي عبد العزيز على الراجل الطيب اللي في ايدك اللي انا مش عارفه الخديوي. الخديوي اسمه الخديوي. اوكي عبد العزيز معاكم برضو في بجد من الناس الشاطره جدا اللي معانا في الدفعه، وهو بجد من الاول بيحب نحت وكده، واللي هو بيحب التاريخ كان قايل ان هو بيحب التاريخ جدا، فهو ده اللي طلع معايا برضو. هو كلكم شاطرين. المميز في عروسته بقى ان احنا اصلا ماريونيت عباره عن مبالغه، فهو مثلا خدوي شنبه كده فهو مثلا خلاه كده، حواجبه مثلا خلاه تخينه، وكمان الفينش بتاعه انا حاسه ان هو واحد محترف يعني مش معانا في اعدادي، يعني هو الفينش كويس جدا. كمان لعروسته بمنتهى عروسته الخديوي يعني بمنتهى هو شغوف يعني جدا بجد يعني هو يعني. يعني انا كنت عايزه اخش تصوير بس هحاول اخش نحت عشان انا حباه، هو من اول يوم قال كمان عايز نحت، فاحنا يعني حاسين هو يبقى معيد بتاعنا بجد. تحيه كبيره ليكي يا عبد العزيز والخديوي اللي انت عامله كمان، تسلم ايديك. طب انا عاوز اعرف مريم ورؤى، يمكن دي البدايه وفي الحقيقه هي بدايه مبشره جدا، يعني اللي احنا نشوف بدايه على مستوى المحترفين، فانا شابو حقيقي يعني بجد فخورين بيكم، وعشان كده انتوا النهارده معانا في صباح الخير يا مصر. بس دي بدايه، ايه اللي جاي؟ بتفكروا في ايه في السنين اللي جايه؟ ايه اللي انتوا عاوزين تخرجوا بيه من الكليه بشكل عام كمان؟ انا عايز اشتغل في السينما.
في السينما. في ايه في السينما؟ سبيشال افكتس، اكون ارت دايركتور مثلا، اي حاجه ليها علاقه بالديكور او يعني عرايس مثلا، اقنعه كده. فكرتيش تاخدي اتجاه سينما الاطفال بما اننا يعني عملنا سيناريو اهو احنا قاعدين؟ بصراحه ما فكرتش، يعني بحب الحاجات، يعني انا اصحابي في ثالثه نحت دخلوا المسلسل اللي هو بتاع ستهم، يعتبر هم اللي عاملين كل حاجه، فهم يعني خلوني ابص للمنطقه دي اكتر، فانا حابه المنطقه دي جدا. بس طيب واضح يا رؤى ان انت مفكره في حاجه يعني مختلفه، مش عايزه ترجع، مش مفكره نظره أصلاً. الشر دي هتطلع اصلا كان اتجاهي في الاول ان انا عايزه ادخل جرافيك انيميشن. اوكي. يعني وكنت مقرره دوت لحد ما الترم الثاني دخلت نحت، واللي هو شفت بقى اتعاملت مع طين، كانت اول مره اتعامل مع طين، اول مره اتعامل مع فوم، اول مره اعمل حاجه بايدي، حسيت ان انا شغوفه جدا بالموضوع واللي هو عاجبني قوي، فاللي هو ابتدى بقى ان انا اغير وجهه نظري من اتجاهي يعني، او اللي انا عايزه ادخله بعد كده. فبرضه لسه متردده في الحوار ده. لسه في اعدادي، لسه في حاجات تانية هناخدها، فما نعرفش داخلين على ايه. ممكن هو الاعدادي عباره عن مادتين اول ترم ومادتين تاني ترم. اوكي. والاربع سنين الباقيين ده تخصص بقى. اوكي. فهم بيخلونا نجرب كل حاجه، والباقي احنا بقى نتخصص فيه من السنه الجايه. تمام. وانتوا بتشتغلوا على النماذج بتاعتكم دي، ما جالكوش وقت من الاوقات يأس، احباط، لا مش هنقدر؟ يعني انا شايف اهو بدا يظهر. قولي احكوا لنا بقى. ده في الاول خالص، عشان انا دي اول مره انحت، وانا ما كنتش يعني عندي ادراك يعني ايه نحت اصلا غير الطينه، والطينة اسهل بكتير، يعني الطينة اقدر اشكلها، الفوم ده بجد بيوسخ الدنيا جدا، وان انا اقطع اصلا بالمنشار او كده دي مواد جديده علينا. فانا زي ما قلت واحده واحده المعيدين ساعدونا اصلا، وقالوا لنا لا فورم مثلا الوش بيتاخد كده، البق كده، المناخير بتبقى طالعه، العين مجوفه لجوه، مش عارف ايه. فواحده واحده انا ابتديت احس ان انا يعني انا قادره اشوف، وبقيت اللي هو انا لازم احس بالعظم او حاجه عشان اقدر اعملها. فواحده واحده الموضوع ابتدى ياخدني اكتر، واللي هو لا انا يعني عندي هدف ان انا عايزه اخلصها، لو انا ابتديت فمش هقف. بس انا الجمله استفزتني كأم، قال لك الفوم بيوسخ جدا لكن الطينه دي كارثه مختلفه. يا تخيل انا الواقع ده عليا كأم لما اسمع ان والله كان في خناقات كتير بسبب الفوم هو اللي بيوسخ. تخيل الطينه بتكون محدوده يعني، كنا بنشتغل في الكليه والفوم لا الفوم بيبهدل الدنيا جدا. انا بجد ماما كانت بتقعد تزعق لي كل يوم على الفوم، بجد هو بيبهدل يعني الصنفره في كل حته، فبالارض وصعب ان هي تتشال، فكان الموضوع متعب جدا في العمال وفي التنظيف كمان. انتوا دفعتكم كام واحد؟ انتوا حوالي 420. لا احنا مش هنعرف نعرض ال 400، بس احنا معانا حاجه صور. مهمه قوي مريم قالت لك احنا كاسره او كطلبه بنحس ان احنا اسره لوحدنا. ايوه. فما تيجي نلعب معاهم لعبه كده، نعرض صورهم ونشوف هيردوا عليهم ازاي. طب يلا. ده جو. ايه الحب ده؟ ايوه ده صديقي. احكوا لنا عنه. طيب المابت بتاعته دي هو اصلا انا قعدنا نتكلم فيها، فهو قال لي ان هو بيحب المكسيك قوي، فعملها ان دي شخصيه مكسيكيه، بس كان شاب وكان لابس طاقيه دايما، عارف اللي بينام الناس من المغرب كده، هو ده. بس الطاقيه ضاعت منه، فهو كان بيخبي الصلع بتاعه، فبعد كده هو قال انا ابتدى شخصيته تقل فابتدى طول عمره يدور على الطاقيه، فاكتشف في الاخر هو ضيع عمره في ولا حاجه، فاللي هو اصلا ده في قصه، مش مجرد عروسه وخلاص. لا ده في قصه. لا لا، فهو بقى عايز يعلمنا ان احنا ما ينفعش ندور على حاجه ضاعت، وان احنا لازم نبص لقدام عشان ما نبقاش زيه كده، ولو نشيب ده اختبار مريم نجحت فيه، نشوف يعني رؤى هتنجح ولا لا في المشروع اللي جاي. دي عروسة تبع جروب برضو من الجروبات، كانت مجسدة شخصية اللي هو علاء ولي الدين. أيوة فيلم الناظر. بجد هي كانت اشتغلت عليها جامد جدا، وبجد طلعت نتيجة تحفة جدا من خطيرة، بنفس اللبس، بنفس النضارة، بنفس الشال، اللبس كان حلو جدا. مريم دي اسمها سارة. دي واحدة معانا اسمها سارة برضو. ما تغششهاش يعني. لا لا والله كنت فاكراها. دي سارة عاملها، هي شبهها يعني، سارة شخصيتها بينك كده ومبهجة دايما. بس قريبة من طمطم شوية ولا انا متهيألي؟ هي فتاة الحلوة بالنسبة لنا. عشان كان على لبسها الحلويات كتير وكده. فتاة الحلوة.
لا دي ما اعرفهاش دي بصراحة. شخصيه ساحره برضو كان حد هو انا مش ما اعرفش كل الناس بس دي يعني معظم العرس تقريبا زنجبيل بس طلع له شعر. لا هي ساحره وست عجوزه كبيره قوي دي. لا دي بقى الساحره اللي كنا عارفينها. اه دي الساحره اللي هي شريره وكده. اوكي دي برضو كانت دي بنت معايا في الجروب ده هي عاملاها شيطان بس حلوه. اه لا شيطان بس ده الزاويه المختلفه اللي انتوا بتحاولوا. دي واحده برضو معايا في الجروب كانت عامله العروسه بتاعتها اللي هو زي شاب بعضلات كده شباب من شباب الزمالك اللي احنا بنشوفهم كل يوم في الكليه وكده. يعني قسمتوا لنا الاسامي وقسمتوا لنا الاماكن. انا شفت عنصريه قوي يعني شريره برضو يعني غيرتوا لنا الافكار وغيرتوا لنا حتى الشكل الصوره الذهنيه اللي موجوده عندنا عن كل حاجه. انا مبسوطه قوي بالحلقه. اه والله فكره يعني كويسه. بما ان بقى انا شايف احنا بندردش وبنهزر كده ناخد الموضوع جد. ايه الموقف ده سؤال حلقات النهارده الموقف اللي انتوا تعرضتوا ليه وكان بالنسبه لكم نقطه فارقه وعدتوا ترتيب حساباتكم من اول وجديد؟ بعد تفكير. اه يعني تفكير فعلا. امين بسرعه. بعد نحت العروسه بتاعتي كان عندي شويه دفوهات وكده كان بالنسبه لي اللي هو هي يا باظت وعيدها من الاول يا هكمل على كده. فانا يعني بجد كان هي دي كانت نقطه الانهيار ان انا ابتدي العروسه من الاول. دي كانت حاجه بالنسبه لي صعبه جدا واللي هو يا هكمل على انا ماشيه فيه واحاول ان انا اعدل فيه. بس اصلا كنت عايزه العروسه بتاعتي بجد ان هي تطلع اطلع فيها احسن ما عندي. ففكره ان هي ما تطلعش على مزاجي او فكره ان هي تطلع فيها غلطه دي كانت بالنسبه لي اللي هو الانهيار بقى بالنسبه لي. بس فاللي هو قعدت مع نفسي وكده وحاولت ان انا اظبطها وهي دي فعلا كانت نقطه. واخده بالك من نظره مريم ليها؟ ايوه حاجه عارفه. اه بهجيب حاجه دلوقتي يعني قولي يا مريم. هو العروسه بصراحه يعني ما واجهتش فيها مشاكل بس هو حوار حياتك. انساني اكتر. قولي. يعني في الكليه مثلا احنا كنا داخلين كلنا بنتعرف على كل الناس بنعمل اصحاب وكده. فانا اكتشفت ان ده غلط. ما ينفعش ان احنا مثلا نكون منفتحين. اي نعم في ليميتس بس الفكره ان هو مش كل الناس صحابنا. مش كل الناس يستحقوا اصلا ان هو ياخدوا وقت مني ياخدوا لقب صاحب. اه بالظبط اللي هو انت تجارب حياتيه بس ما اه يعني بدري قوي. ما بالظبط جيل عن جيل بقى يعني صعب بجد. الجيل بتاعنا يعني لا يعني مش اي حد زي ما قلت لكم ياخد لقب صاحب. فاللي هو انا نصيحه اللي هو لازم يبقى ليا دايره كده اللي هو ما اخرجش عنها بس. وفي قدر من الخصوصيه. عايش يعني عاوز اقول لك عمير زي ما في الكنترول بيقول لك انا هسمع كلامك. اشترى الله يخليك يا رب. يعني مريم ورؤى انتوا شرفتونا ونورتونا نورك. وفي الحقيقه يعني انا ابهجتونا ومنا فخورين جدا بيكوا وباللي انتوا بتعملوه. وفي انتظار ان شاء الله اللي احنا نتقابل بعد ما تتخرجوا ان شاء الله. يعني بقى قدام نجوم انا واثق. مريم محمد العريني ورؤى احمد حسين طلاب الفرقه اعدادي كليه فنون جميله جامعه حلوان. احنا كنا مبسوطين جدا بوجودكم معانا نورتونا. اهلا بيكي يا اوشا واهلا بيكي يا ساحره. اهلا بوجودكم معانا. ان شاء الله مستنيين باقي زمايلكم يجوا معانا في حاجات تانية ونشوف حاجات مختلفه بنفس الجوده وان لم يكن ان شاء الله كمان احسن بعد كده.